مشكلة لما تكون ما عندكش علم ديني وبتهبد، ومشكلة أكبر لما تهبد وتتخيل كمان إن هو ده الدين فقط وإنه ما عدا اللي أنت بتقوله هو اللي هبد. ده خبر انتشر عن ممثلة معرفش تقريبا لبنانية اسمها نادين الراسي، وأساسا غالبا هي مش مسلمة أساسا، يعني بتقول إنها رضعت أخوها ولما كبر مد إيده عليها، يعني قصة كده إيه ملناش دعوة بيها. والهبد طبعا يقول لك وهي ازاي واحدة ترضع اخوها وانه ده لا يجوز شرعا، ولما الناس قالت ان هو يجوز شرعا طلعوا الهبيدة قالوها انتوا بتهبدوا. طب الحكم الشرعي ايه؟ الحكم الشرعي طبقا لموقع اسلام ويب انه يجوز للاخت الكبرى ان ترضع اخاها الاصغر ولو لغير ضرورة، حتى لو كانت الام مش عيانة ممكن، لكن يترتب عليه احكام الرضاعة فتكون يكون ابنها من الرضاعة.